مساء الخير على كل مستمعينا الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، ودائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الاستاذ مامون مبارك الدريبي. اهلا بك استاذ. مرحبا. مرحبا لنا سناء، بارك الله فيك. الله شكرا لك استاذ. اليوم في موضوعنا غادي نقوم بتحليل صعوبة كيعانيونا كثير من الاشخاص، يعني الصباح كثير منا كل ما جوج في المذاكرة في الحوار كيوصلوا للقلق والغضب السريع، اما الزوج مع الزوجة ديالو او الولد كيتكلم مع الام ديالو بسرعة كيتوتروا بسرعة، كيكون القلق والغضب السريع وغيره من الامثله الكثيره، وقليل اللي كيبقى ميسر مستقبل ومتريت يعني في الرد في الجواب في الانصات الاخر، وكيخليه يعني الحوار يمر بواحد الاسلوب حضاري. فمنين استاذ يعني اصل الصعوبه وفين المسؤوليه ديالنا يعني في الصعوبه، يعني فين غالطين واللي كيخلينا نتصرفوا بهذا الشكل؟ واش هذه الصعوبه يعني اللي كيوعى بها الشخص كيكون واعي بها ولا مفعول فيه؟ هو عدد من الناس بحال شي واحد كي يسوق واحد السياره وكيعرف يسوق، ولاني سول الناس اللي كيسوقوا واش ما كتوقعلوش واحد النهار ما كيبقاش يعرف يسوق، وممكن كيسوق 20 عام 30 عام. سولوا الناس اللي كيعرفوا يسوقوا مزيان، قول له واش وقع لك شي ما بقاش تعرف تسوق؟ فوقاش ما كيعرفش يسوق الانسان اللي كينزل عليه شي نباء شي اخبار خايبه، غادي صايق عيطوا له في التليفون مرتك راه وقع عليها كذا وكذا راه في السبيطار، واش بقى عارف يسوق؟ ما بقاش يشوف له الضو واش خضر ولا احمر. كيكون انسان في خدمته كيتقن خدمته وكتنزل له شي اخبار، هذا هو حقيقتنا، هو الضعف. وهاد الاخلاق والسلوك والتصرف والاتقان كله بحال واحد المركبات محطوطين في واحد المرصى، ما حد البحر ما هيش هذوك الفلوكات هذوك المركبات راهم زاكين، يهيج البحر وستشوف تولي الفلوكه طالعه فوق الفلوكه فوق الاخرى فوق الاخرى. لهذا الثبات تنسب الله ليه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يعني ثبت نفسك بنفسك ما يمكنش. إذن كاين واحد انفلات، انفلات الأعصاب، ولكن جمع راجله وتخوت وزبد عمرته ويخوت عليه ديون، دوز العطلة بالكريدي كيفكر كيفاش يرد هذاك الكريدي للعطلة، جاه الدخول المدرسي خصو يمول أدوات المدرسة، هاجا سيدنا رمضان وهاجا الحولي وجا العيد الكبير وما بقاش عندنا مساحة فين نقبلوا من بعضنا البعض نقولوا لا 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 انا ما قادرش نمشي عطلة هذا العام، انا غندوز للدار البيضاء. كيفاش اختي وراجلها غادي لاسبانيا؟ كتشوف هذاك الراجل كيولي يعرق العام كله، وانا كنتكرفس مع الدراري كيفاش الراجل يدير انا نمشي نموت حتى شهر في العام ما نسترعوش فيه. تسلف ملي كيتسلف كيتلقح كيمشي، هذيك الطاقة باش تحمل هذاك الضغط غتخرج حيت العربية تيقول لك المحلوبة حليب والمعصورة دم. شتي بغيتي ما عمر يهرب لك هذاك الفولة ديال طروبيلتك في السياقة ديالك، ما تحملش طاقتك فوق طاقتها، ديما سير مع المعدل اللي تقد عليه. ولو تقدر تحمل بزاف لا سيدي لا، ولا تقدر لا ما نقدرش، لا انا كنخاف، لا حنا ما كنخافوش، لا حنا ديما زاعمين مالها
راه فين دار القرعه مع صحابه وشرب وقعه وبناها يا ودي خليك الكره مع الناس دراويش كتخلص هذاك الكره ساهل ملي ما تحصل فيت في هذا الحاج طلبوا يصبر معك تصبر شويه الا الانسان زعيم ولا كريم ولا مرضي الوالدين اه مشي كاع نقدر اه وهم خرج كشوف حكا وش له موها والرجوله الشجاعه مشى دار القرعه وتسلف حد صحابو دار مشى خدا الارض دخل البني دخل كذا وحصل ومن حصل يبدا يركل اللي جدوى معاه حاليا يركل في مرته اذا حنا واش ما بقاش الاخلاق والاداب باقي واش دخلوا الناس في واحد تدونيت في واحد دوامه تتعصر فيه وهو بغاها تعصروا حيت الا انت درويش واش تلكح وتشيطنوا بك تشري موتور ما بقاش تشري موتور تشري بشكليطه شوفوا شحال في الصين كيسوقوا من بشكليطه الاف بيكالا غادي علاش بيكالا هاي دابا خرجات بموتور الكتريك وكتمشي بمحرك كهربائي وتعاونك لا ما كنديروش حساب ضعفنا تنديرو حساب الرغبه ديالنا كنديرو حساب الشهوه ديالنا كنديرو حساب نكونوا بحال الناس ما ترحموش ضعفنا اذا هذه مؤشر قليل اللي كيضرب حساب الضعف ديالو ثم كاين اشياء خارجيه كتجينا من برا مثلا ملي كانت حرب غزه الاخرى وكنسمعوا ارواح كيطيحوا كل نهار بالمئات كنا مكرفسين في خاطرنا ملي كنشوفوا دابا خوتنا السوريين غاديين تيغرقوا مليوحين في البلدان هل اللي جيعان هل اللي تخطف هل اللي كي غادي يبقى لك خاطرك ملي كتشوف في باب جنة جنوب الصحراء عصابات كتخطف البنات تغتصبهم تدير فيهم وتبيع فيهم كي غدير هذا هو العنف الرمزي انه تيجيوك واحد الرموز ملي كتشوف هذاك الدري الصغير في الاعلام لحو الشط وميتها ها هو رمز ماشي غير فقط وفاة واحد الطفل رمز ديال 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 الحقبة المعاصرة ملي كتشوف احداث 13 نوفمبر في فرنسا واللي غتوليها من بعد واحد في نيس غادي بكاميو تيقتل في عباد الله محتفلين في بلادهم ضرب 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 مالهم جاو استعمروك مالهم جاو هجموا عليك في شي بلاصة ما راضيش يعني ملي انت كتكون بارك وكيجيك واحد 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 الرمز هكا كيطلع لك الدق وكتشوف لي زعراب سون موفي لي مسلمون سون موفي لي زعراب سون ميشون لي مسلمون سون ميشون كتشوف غير التصويت دابا اللي وقع في المانيا وكتشوف واحد الجهه السياسيه اللي ضد استقبال اللاجئين في المانيا ونضوا داروا الاغلبيه على ميركل في هذا التصويت وداروا كتقول راح تهدوا اشياء خارجيه اذا العنف الرمزي ما انتش عندك يد فيه واحد ولكن دخلك ها هو هجم العنف الثقافي خلي الراس راه ما يصلح له غلا عصاو للحبس عندك تحب تسلك مع المغاربه كحل الراس وانت كتسمع بحال هكا تيقولها شي مسؤول وانت ضعيف ما عندك لا 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 لا, 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 لا حول ولا قوه معاه وكتسرطها في قلبك وتمر هادي وكتقول شنو ندير دابا في هذا شنو ندير فيه شنو ندير مع هاد الكلام هذا شنو ندير فيه كتمشي كتخدم مع واحد الشركه ترافاي طومبوريار وكيبداو يخلصوك ويخدموك السبت والحد وكذا وكذا وشويه تيقول لك هذاك الباترون ودابا عفا ولدي كملتي كونترا ديال 3 شهور وغتحبس واحد الشهر نعيطوا لك ما تيحبس واحد الشهر ما تيعيطوش عليه وكيرجع تيقول لهم لا خليكم بغيت غير ورقه السنسيس لا ما كاينينش ما خليك بغيت غير لا ما كاينش تامين وهاد المده اللي خدمت معاكم تخلصتي فيها براسك سير عن بحرك ملي كيجي هو وعاودها لامو ومو تعاودها لختو المزوجه ختو المزوجه ويجي راجلها يقول لها غير اتشم تشعل علاش لانها تحقر خوها وشحن امها الكبيره في السن المريضه اللي هي تعبات وبغات تطمئن على امها
وما قالت لي ابنيتي وحنا تكرفصنا في الصغر وقلنا غنفتحوا في الكبار. دابا في الكبار مازال معدمين وهي لا حول لها ولا قوه في درجه كتحرق وجا راجلها ما قدرت تقبل ولا تستقبل. حيت شنو هو الاستقبال؟ هو الوجه مبتسم والوليدين مفتوحين مرحبا. شنو هو التقبل؟ هو الشحنه اللي عندك في صدرك، هو الطاقه اللي عندك في صدرك كيف ما كانت يا ايجابيه يا سلبيه انا مستعد نتقبلها. بحال كدير الام مع ولدها كتخلي هنا عاد فرحان كيضحك وشويه كيفيق كيتحرقوا غير المعده ولا القبض وكيبدا يبكي ويركل ويضرب فيها، ولكن هي كتستقبله وكتقبله. اذا دابا لاحظتوا هاد الروافد شنو خصهم؟ خصهم استراتيجيه وطنيه محبوكه لاش الدراسه وتتبع الخاطر للمواطن اللي كيسميوه واحد الدول بحال فرنسا ولا لو مورال دي ميناج. عندهم سونداج كيخرج يوميا في فرنسا كيعطيك نسبه ارتفاع ولا انخفاض المورال ديال الناس. شنو هو المورال؟ هو الحال ديالهم وخاطرهم. علاش؟ لان ملي كتعرف المورال ديال الناس كيمكن لك تسبق اختياراتهم السياسيه. يعني احنا شنو الخطا اللي طحنا فيه في 2011؟ يعني زعما هذيك الاحزاب اللي دخلت في الاغلبيه الحاليه كلها صوتوا عليها ناس كيبغيوها، ولا واحد العدد صوت عليها لانه ساخط على الوضعيه اللي كيتسمى لو فوت دو كونتيستاسيون عند لي سبيسياليست. دونك لو كان عندنا دي ديتيكتور ديال لاسيديتي، واحد الاليات كنقيسوا بهم نسبه الحموضه، المحلو ولا شلوقي ولا حار، خصك تعرف النفسيه ديال الناس كيف حالها. ولكن باش تعرف نفسيه ديال الناس كيف قلنا ما قدر الله حق قدري، باش تعرفها خصك بعدا تامن وتقبلهم. ولكن ما كيقبلش الناس. واحد النوبه كنت في واحد العطله مشيت لواحد الموضع وبارك مع الوليدات هكايا، كانت في السحو حدا واحد البحر، وجدت واحد العائله غريبيه بحالنا بركو حدانا، وهو يدور واحد السيد عند مرته قال لها عجبتني هاد البلاصه نقيه ماشي بحال هذيك الاخرى فيها هبش. وانا نقول له هاد هبش واش كيشبهوا لينا حنا؟ قال لي لا انا شايف اش قلتي؟ قلت لك سمعت قالت لمرتك هاد البلاصه القيه ما فيهاش هبش، واش هاد هبش عندهم جعينين نيفهم ولا عندهم شي 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 حاجه خارجه بحال سرق زيت مرات؟ ما فهمتش وبديت كنشعل، بديت كنحمر هكا، بديت كنغلي. اذا دابا انا اللي 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 اللي, اللي قاصني هو هذاك المواطن اللي تيقول لمرته وهي مستارحه كتبرونزه بحالك مستارحه فرحانه، وقال لها وهي استقبلتها هذا صنقيه فاش هبش؟ شكون ما هبش؟ شكون ما هبش؟ هبش راه هما التانيين حتى ما استحياش يستعمل هذه الكلمه على خطو المغرب. السؤال منين جابها؟ منين جاب القابليه انه يقولها؟ منين جابها؟ حتى دارت انا باغي نسكن في واحد الحومه نقيه، انا باغي نسجل ولادي في واحد المدرسه نقيه، انا باغي نمشي نشرب الشراب كاس نقي. سبحان الله هاد النقاوه جاتكم هنا، والنقاوه ديال الافكار والنقاوه ديال المخ ما شفتوهاش وبغيها حد. اذا لاحظتوا هذا هو العنف الثقافي اللي حنا فيه. فشتي ملي كتكون كتستهلك العنف الثقافي وانت ما ردش البال اش كيولد؟ هو عنف نفسي عاطفي، حيت هما مركبين بحال القلات. وحده كتكب في وحده، الفوقاني الرمزي كيكب في القله التحتانيه ديال الثقافي، العنف الثقافي تيكب في القله التحتانيه الوسطانيه ديال النفسي العاطفي، والعنف الثالث كيكب في اللفظي، كيكب هو في الجسدي كيبدا الضرب. اذا شتي الى ما حبستيش الرمزي ما قلتي لي ما تكبش السي غيكب لك في الثقافي. نعطيك مثال، هادي 15 عام و20 عام واحد العدد ديال الشباب المغربي ما كانش كيرضى يدير لباس المشارقه، ما كناش كنشوفوا المغاربه كانوا كيلبس يا اما عصري يا اما لبس لك الجلابه والطاقيه المغربيه والعمامه المغربيه.
هذه 15 عام بدا واحد العدد الشباب كيدير هذاك الكيفيه ديال المشارقه ويدير الباس ديالو ويقاد الحياه بحالو. هذاك راه رمزي بدا ما ردناش له البال ماشي خصنا نوضو نحاربو ونقول لا ما تلبسش سيدي انسان حر في لباسو، غير نمشي ونتكلموا عليه اش كيعني وعلاش وشنو محلو من الاعراب ونبينوا للاخر بان كاين معنى تما كاين معنى. ميل جيبسون واحد الممثل ومخرج امريكي دار واحد الفيلم نط على ضجه لا باسيون دو كريست حب المسيح، ما خلاوش المسيحيين يدير لافيش وما خلاوش المسيحيين الفيلم ديالو الا ولو انهم في بلاد الحريه وكل شيء سيروا رجعوا للزارشيف ويشوفوا شنو طال ميل جيبسون، حتى انه كانت من 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 النكبات الكبرى في المسار السينمائي ديالو في هذاك الفيلم. علاش؟ لانه قاس واحد الرمز وحول واحد المعنى ووجهه لواحد الاتجاه. كان بامكانه يكتب كتاب ما تنطش على الضجه، ولكن ملي ولا فيلم وعلقتيه في في في, في البوستير ديالو في الشارع ناس تقاست. اذا حنا ملي الى عقلتي هذه واحد 3 سنين كان دار واحد الاشهار في الدار البيضاء على لي سوفيتمون وكنا حنا الوحيدين، راه كنقولوا نعاودها راه ما كاينش لي دوا الا حنا الوحيدين اللي بقينا كنضربوا في الطبل ونغوتوا. راجل عريان بالسليب تاعو معلق في بوسترات كبار في الدار البيضاء، وتقول شي واحد تحرك وتقول شي اعلامي هضر، شنو معناتها حريه ديال الاشهار؟ وميل جيبسون في امريكا وفي اوروبا قامت على قيامه، ودابا الكوميدي ديودوني اللي في فرنسا ياك غير عبارات تستعمل. وناض له المثقف الفرنسي ومحلوه لانهم تيفهموا باقي الاذكياء وباقي الناس اللي عندهم هذاك هذاك التحليل الرقيق كيحلوا بلا طوم كيحلوا الذره، قالوا له لا ما تضحكش في هذاك الموضوع، ما تجبدش على فمك هذوك المواضيع، ضحك في كل شيء الا هنا. اذا ملي حنا في مجتمعنا لا نعير اهتمام العنف الرمزي. نعطيك مثال، نهار اللي تكلمت على الطريقه باش كيتنقب على الامهات في برنامج لالا العروسه، مع احترامي الاستاذه فاطمه خير راك اختي كنحبك وعزيزه عليا وعملك الثقافي عزيز عليا، انا داوي على المنتوج اللي انت كتقدمي اختي ما داويش عليك كشخص، باش نكونوا واضحين انا ما كنتاقدش اشخاص، انا كمنتوج كمنتوج اللي وراه مخرج اللي وراه مدير برامج لالا فاطمه خير غير عضو في البرنامج، ما داويش انا عليها باش ما تكونش حساسيه، انا هذه السيده عزيزه عليا وكنحترمها ومن المتتبعين ديالها، ما داويش انا على السيده، داوي على المنتوج الفكري. ملي كتنقب لينا في لالا العروسه غير على الامهات اللي هما كيمثلوا واحد النموذج ديال الطبقه الفقيره والمتوسطه في الحد ديالها الادنى، اللي هما ربات البيت اللي دايرين هذاك الفولار على الراس ولابسين هذوك القفاطن. مزيان. اذا هنا جبتوا لنا عينه من المجتمع المغربي من تمثيليه النساء. ولكن علاش ما ديروش لنا امراه بحال هذيك تقدم الاخبار؟ ياك جبتوا لنا عينه كتمثل المجتمع. وبغيت انا بحال هذيك المراه اللي لابسه القفطان اللي مجلسين فيها العروسه تقدم الاخبار، والله لا شفتوها والله لا حطيتوها، ولكن تجيبوها تستغلوها باش تجيب لكم التصويت والاشهار استعملناها، وباش نجيبوها تعمر لنا منبر اعلامي وتمثل لنا واحد الشريحه اللي هي اصلا كتنتمي ليها، لا ما كتبقاش خصها تبقى تحيي الفولار ديالها وتمشط شعرها وتهضر بالفرنسيه وتكون رقيقه، اما دابا في مصر حيدوا اعلاميات حيت شويه غلاظات. غدا دابا البرنامج كنت فازه وتبارك الله تي مع بنت عمي دوكا هي وانا غربه ويقول لك انتم غلاظه اشوفوا عاد عفوا ولا ما تبغوش تفازه، حنا خلينا لكم الثلاجه ديالك ما بغيناهاش كاع. اذا انا اللي كيهمني هو ملي كدير واحد الفعل عنده معنى وهذاك المعنى عنده وطأة كينزل على النفسية الإنسان كيعقرها، ملي كتعقر واحد في نفسيته فين غيخرج لك رد الفعل؟ ما بغيتيش يخرج لك رد الفعل، على الأقل قول له شتي راك أنت مقياس ورد فعلك اللي كديره ربما راه كاين كذا الفقر، كاين كذا البطالة، كاين كذا، وكاين حتى المادة الفكرية الثقافية اللي كترش بلادك
لان المواطن كيشرب الماده الاعلاميه، كيشرب الماده الفكريه، كيشرب الماده الثقافيه. اذا هاد المراه اللي كتلمع جوج تسب وتغوت، هذا الراجل اللي كلمع جوج يسب يغوت، الا جينا نوقفوا له غير باب الوعد ونقول له والاسلام راه اخلاق الاداب وكذا، ما فهمنا والو. وسير شوف علاش تيتهز، علاش كيركل، علاش كيضرب بالراس، علاش كيضرب باليد، علاش كيغوت، حتى نحيدوا ذوك الاسباب الخارجيه اللي ما عندناش يد عليها عين تكلموا فيها. هذا هو الخير اللي جاب لنا الشريف محمد السادس بحريه التعبير، لان على الاقل على الاقل ملي خدينا حريه التعبير شنو درنا بها؟ نفسنا على بعضنا البعض اننا كنداولوا في واحد المواضيع كتغدد ما لقيناش ليها الحل، ما عندناش قدره، ولكن لقيت نحط صبعنا عليها وكنسميوها وكنتكلموا فيها. غادي نتوقفوا مباشره نستقبل مكالمتكم الهاتفيه اللي كنتواصلوا بها دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. معنا سي فؤاد من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. كل سلام عليكم. السلام ورحمه الله. دكتور دريبي لاباس عليك. مرحبا سي فؤاد. اخت سناء لاباس. مرحبا سيدي. اول شيء مبروك عليك. مرحبا بك. دكتور عندنا سنين وانا كنتصنت لك. مرحبا بك. وغنت انا تعرف الامور ديالي كيفاش. انا اولا مواليد 1979. الوالد ديالي كان في الارمي الله يرحمه مات في الصحراء. وعشت في قشله بما تحمله الكلمه من معاني، من الصحه، من الموت الى اخره. انت راك تهضر على الامور دائما. ومالغري هادشي كامل الوالده الله يكثر من مثالها رباتنا وانا صغير ما بين ست خواتات. والله. ودابا الحمد لله خديت الليسونس وعندي دابا انا استاذ كندير في السلك الثاني. تبارك الله. الحمد لله. عندي جوج وليدات. دابا المشكل ماشي فيا انا كنتقاتل مع نفسي، ماشي مشكل. لا انا خارج من كازار، خارج عسكري، ماشي مشكل. لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله. واش غادي دير؟ انما الموضوع اللي غنهضر معك السي ميمون الدريبي راه في صميم هذا الموضوع في الحلقه ديالك. انا عندي جوج وليدات ساكن في عين الشق وخدام في نيابه انفا بعيد عليا. ولكن ماشي مشكل، انايا دائما خليت وليداتي في واحد المدرسه ابتدائيه حره. كان كري غير حداهم هنايا باش تبقى دائما كنتقاتل، ماشي زعما كنفضل الخصوصي على البيبليك. غير باش يبقاو تما كاينه محظيين وهذا، الا كان شي حاجه يعيطوا ليا ماشي مشكل كنبقى انايا نتابعهم. غير هويا انايا شويه كنهضر على حقي. الدراري وليداتي ممتازين ما غاديش نقول لك، وعندي النتائج ديالهم. الدري الكبير قرا عندهم 10 سنين ديال القرايه. دابا غيطلع للتاسعه. والدري الصغير قرا عندهم 5 سنين دابا غيطلع للرابع. العام اللي فات الدري ولدي الكبير كان تيلعب مع صاحبه مع هذاك الشيء غير في عماره، ماشي ما عندهمش ديك الفضاء فين هذا، كيلعبوا في الديره. تقاس الدري الاخر رعف شويه من ميتو. عيطوا لي مشيت هضرنا بعدا شويه بغاوش هما يتنازلوا، قال لك اسيدي الدري وقعت في الديره والديره ما يمكنش نوقف العام وهذا. انفعلت عليهم كملوا العام. دابا مشيت نقيدهم قال لك لا سيدي غنعطوك المغادره ديالنا ولادك صافي. من نهار الجمعه وحنا في واحد الحاله ديال بحال عندي الكنازه في الدار ما نقولش لك، لان انا راجل تعليم بسيط والمدخرات ديالي انا غير كاري باش نقري وليداتي، لان عارف ما غنخلي لهم والو الا علم يقدر يعيشوا به كما الحمد لله عايش به. وبين عشيه وضحاها يقول لي دير سيدي ولادك عليا ما نقراوش عندي. لا حول ولا قوه. دابا ما نكذبش عليك السي مامون، واحد الحلقه فايت قلتي بان الا مثلا ولادك مثلا دخلتيهم شي مدرسه وما خرجوش منها داك الشيء اللي بغيتي غتتابع المدرسه ياك. ايوا حتى انا راه باغيك تعاوني نتابعهم في النار. بكل صراحه انا راه قلت لك عسكري خارج من الكازيرن. شوف سي فؤاد. نعم. عافاك الله يعطيك الستر. شنو هو الصرف؟ غير اسمح لي السي مامون بواحد المساله. نعم. بغيت عافاك الا كان ممكن يعطونا لادريس ديال الدكتور ديالك يجي الوليدات عندك. الصوفي ديالي عندك. واخا غير بلاتي. باش ما فرطتي عليا. واخا بلاتي. لا غير اسمح لي باش هي تقاد فيها الروشارج ما تسمعش انت تقول. ان شاء الله ما تقاداش. بغيت زعما كناية انا ما بغيت ندير حتى شي حاجه حتى بغيت نهضر معاك. ما درت حتى شي اجراء. عافاك غير اسمح لي غير اسمح لي. نعم. دابا خصك تنتبه. نعم. دابا انا ما غندويش واش انت على حق ولا ماشي على حق. الله يعطيك الستر. نعم. ما غنتكلمش في هذا الباب دابا. كاين. بغيت ننبهك لحاجه اخرى.
شناهي هو الموس مع الزبدة الزبدة ما تقلش عليه لا نهائيا كيقرد فيها كيف النبا هذا راه هو الشراسة والحدة اللي انت مسقول بها في شخصيتك مع المحيط ديالك الله يعطيك السر انت بهنا نعم شتي كل سيف وكل موس عنده الغيم ديالو كاينه عرفتي عنده داك الكاش كيتخشى فيه السيف باش كيحمي مولاه ما يجرحوش ويتحمى منه الناس ما يجرحوش راه ما كنخرجوا السيف حتى في حاله قتال عاد كنجروه اما في حاله خصومه وما نحطش حتى يدي عليه دابا انت بغيتك تنتبه الظروف الناريه اللي سقلاتك وتسقلت انا بها انا مسقول من النار ماشي ولد الماء ما ولد النار ولد العافية ف يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم هذا وجهنا حنا النار ما كتأذيناش حنا ما كتأذيناش مسقولين بها مغاربة مسقولين بالنار وليني مغلفين بواحد الغلاف بارد يغلط فينا الواحد يغلط فينا الواحد يسحابنا حنا نجالزة يسحابنا حنا سكان القطر الشمالي بهذيك البرودة وبهذاك السكينة وبهذاك التعامل فوقاش كنشربوا الغلاف ونخرجوا النار في الأمور القصوى اللي كتقاس حرمة البلاد وتقاس مقدسة البلاد وتقاس العرض ديال الناس وتقاس الأمور الثابتة ديالهم تما تيشرد الحديدة وتدخل النار ولكن هذا الشيء اللي انت كتوصف السي فؤاد نعم مغربش على الظرفية الحالية مغربش انا ما نستغربش مدرسة تجري على الدراري دابا ولات عندنا بحشري بالمعادي لانه شكون هو هاد الاستاذ اللي باقي كيمشي يقري من باب حب التعليم باقي الصالحين في التعليم كنعرفهم باقي ولكن واحد العدد داروا حرفة بحال تخيل واحد مغني بغى يدير بوليسي يقولوا له خرج وقف وجه الاضراب عاري يطرشوه صحاب الاضراب اللي يبكي له ما يمكنش واحد عنده حس رقيق بوليسي مغني يطردوا بوليسي ما يمكنش تخيل يطرشوا واحد عارف الاضراب اللي يبكي لا سيدي تطرش انت كبوليسي وكتوقف كتعطي العند الاخر وكتعطي الكتاف كتقول ريح ريح علاش الشرطي قوي كذلك عسكري دخل الحرب ضرب الله العدو بالقرطاس صاحبه طار لي كتفو غير تلفت لقى صاحبه الكتف مليوح الدم غير يغمى عليه بدا يشم البصله اش داك تمشي للعسكر ملي كان يغمى عليك تشوف الدم داك مشي للعسكر سير بيع الورد سير بيع النعناع شتي كاين واحد البيص خصهم هما ليهم فرعون طرشوا سيدنا موسى بواحد الجواب جابوا العين فيه اي جواب قال من ربكم يا موسى وشوف الحكمه الربانيه لان راه غادي راه وحي راه وحي رباني غادي ينزل له في لسانه راه ماشي هو اللي صاغ الجواب راه ربي اللي صاغ الجواب في لسان سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام شنو صاغ له قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني كل مخلوق عنده صفه غيعمرها في المجتمع ومع فرعون ذكي قال له انت اللي طاغيه وكتحكم في الناس عطاك هذه الصفه منين جبتيها منين جبتي هذه الصفه هذا هو الفرق ما بين المأذون وغير المأذون قدافي الله يخفف عليه كنقولش الله يرحمه الله يخفف عليه الوقيته اللي خدا الحكم في بلاده ما كانش مأذون اغتصبوا وسيروا شوفوا في الارشيف ملي كانوا كيسلموا عليه الليبيين واش كان كيترشح لي كارد كور ما كيترشحش كان كيخاف من المواطنين يقتلوه فكان فوقاش ما شدلو شي مواطن يدو الا وعا كيرجع يدو كيعطي واحد الصنيه كتشوفوها في الافلام مصوره كينزل على الكارد كور بطرشام مرملاق تقول له ما تخليش يقربوا ليا ولكن ملي كتشوفوا الشريف كينزل في الشارع واش الناس اللي كيجيو عنده ولا هو اللي كيمشي لعندهم واش كيمشي لعندهم باريحيه ولا كيمشي مخلوع علاش لانه مأذون مأذون من بوه اللي مأذون من جدو اللي مأذون من جد جدو اللي مأذون راه ماشي عاد اجا وخرج شتي هذا هو ملي كتكون واحد الحاجه عندها شجره مأصله معروفه دابا حنا في واحد الوقت التعليم صباح يتيم التعليم في المغرب يتيم ما عندوش شجرته مقرر يتصاغ بواحد الشكل
ما كاينش تعليم عن بعد في في في, في, في الالكترونيك، ما كاينش لونسينيمون ديفيرونسييل. الولد عندك ولد عنده صعوبه وخصو واحد الاقسام نموذجيه سدوها، دري عنده اعاقه ما عندوش فين يقرا، ايتيم قلت لكم ايتيم. فشنو ولا ولات لا ميلي، شتي لا ميلي ملي تيكون واحد التيران عامر كيتحلل بيه باش يخرجوا الناس، كيكونوا باركين كيشجعوا كلشي بارك، ولكن اللي كيعيا بغي يخرجوا كتشوف الزعم والجرا، حتى كيولي واحد عارف طلب من فوق واحد لا ميلي، ديك هذيك الدفعه. اذا هنا وياك السي فؤاد تغلط الله يرحم باك، شتي الشجاع راه ماشي خوف منه ينسحب، ما عندوش طاقه يضيعها، ما عندوش وقت يضيعه، خاصه لكان ذكي وعنده ما يقول وعنده ما يفهم وعنده ما يعطي. قعدت حديثه ولدي طاح ولا خور تلعف والمدرسه اخذت موقف، اسيدي خصك تدي، خصك تدي ولادك يحيدوا علينا، واخا سيدي ودي ولادي مرحبا، نمشي عند الصالحين ونطلبهم نحيد ولدي ودي ولادي. ماشي جوبن هذا، لان هذاك اللي كدوي معاه انت هو براسو راه كله عنف، لان البلاصه المدرسه اللي فيها العنف. واحد المره درت واحد المدرسه هنايا في الروبون سبور، ولقيت واحد الام عندها ولدها عنده اضطراب نفسي وعقلي ثقيل، قلت لها المدرسه لا فين ديتي ولدك؟ قالت لي ديتو هاد المدرسه سيدي. قلت لها قبلوه؟ قالت لي قبلوه. وتيقرا؟ قالت لي تيقرا. ومن كاري سيارتي ودخلت عند المدير، بقيت دخلت عنده قلت له ودي ما نتعرف عليك، قال لي مرحبا. قلت لها شكون انا شكون؟ مرحبا استاذ مرحبا. قلت له دير واحد، قال لي هي جابته لي امه وقبلته وطلبت من الاساتذه يتساعدوا معاه، وقلت له هو راه صعيب في قريته. قال لي انا دير لي واحد الطبله حتى البيرو ديالي. قال لي كيقرا في القسم اللي كيتزير كيجيبو وتيكمل بس هنا في هذيك البلايصه حدايا، وكنلقاه على قال لي هذيك المرا ما شدوش فيها ولدها. وين البوصله لراسو؟ قلت لي الله يكثر مثالك الله يرحم لك الوالدين. قلت لي درتي ما دار اشهار ما تخلص من عندها وقبل لها ولدها وتيقري في القسم، الدري مع مسكين ذاك الاضطراب كيقدر يبقى زاكي واحد 10 دقائق تركيز فيه كيفيض كيخصو يخرج، كيخرجوه للساحه كيبدا يجري به العساس كينفس عليه، ملي كيسارح كيجي كيقول هو عند المدير دايرين له طبله فيها كمبيوتر وفيها كذا، وتيبقى تا تيطمئن حتى يزكى وعاود رجع القسم. الدري قرا ونجح وغادي يسالك قرايته ويخدم. هذا من الصالحين. انا هنا في نتعاون معك السي فؤاد، نتعاون معك نقلب لك على مدرسه فيها الصالح اللي فيها بنادم اللي فيه الدم واللحم اللي كيشرب الماء. التصرف ماشي ديالنا فيهم يعني. اما اللي تشوفه مخرج فيك النيه علاش غنجاهد فيه ولا نمشي ندير له علاش؟ يعتقد ديالو. وفي من غتأف مع من غتدوي مع من؟ اش غدير؟ لان هو اصلا هذاك المدير اللي قال له جدي عليه ولادك راه راه في واحد الحاله ديال الضغط بحال شي غلاي وقع عنده فيني فيني فورس على الماء. بقى الغلاي منه العافيه مابقاش الماء كاع. اش غادي ندير مع هذا المدير؟ ملي كتشوف مدرسة ليرميتاج هي عندنا هي هنا في فوق المنبر، مدرسة كتستقبل الدراري اللي طردوهم من المدارس الاخرين، كتقريهم بواحد الثمن رمزي وكتشد بيدهم حتى كيدوزوا باكليير وعندهم نسب نجاح عالي. الله يجزيكم بخير الصالح. نيابة بنفسيك الحضر ديالكم ما دايرينش لك واحد المخ تيقول لك دخل بما الملاحظات. علاش غنتعمل؟ لان عندهم واحد الرقيب ديال الجوده كيجول على غفله وتيراقب كل شيء. فتيقولوا لك قالوا لنا المواطنين وقالوا لنا الزبناء ديالنا غنقدروا نداركوا الخطا قبل ما يجينا هذاك اللي ما كيرحمناش. لان هما سون سيرتيفي، عندهم دي زورغانيزم كي لي سيرتيفي. نهار ما يبقاش عنده مرجعيات ما ياخذش السيرتيفيكاسيون، وإلا مشى طاحت له السيرتيفيكاسيون وراه ما خايفش طيح له في المغرب، المغرب راه ساهل، دير فيه الصوموط في الثلاجة في الليل وعطيه المغاربة ماشي مشكل، دير الخبز وخلطه مع السكر والماء السمراط وقتل صحته ماشي مشكل، دير المناضل. أنا دابا كنتسائل الشركات اللي كيديروا المناضل في المغرب،
هاد فرنسا دايره المناضه بستيفيا، وهاد الشركات اللي كيديروا المناضه ما داروش المناضه بستيفيا المغاربه. اذا هذاك اللي كيصنع المناضه في فرنسا واش كيعرف يصنعها احسن منكم؟ كتعرفوا تصنعوها انتم بحالو الفارس. السؤال علاش هو دار بالسكر ودار المناضه بلاسبارتام ودار المناضه بستيفيا، وتيقول لك هذه فيها السكر، هذه اسبارتام، هذه ستيفيا. احنا عندك لاسبارتام السكر، وعلاش نبته طبيعيه من البرازيل مخيره وكينتجها المغرب؟ الشركه ديال السكر في المغرب كتنتج ستيفيا، كتفلحها وكتصيبها وكتحولها سكر، ويمكن لك تستعملها وما تضركش. السؤال مغاربة يشربوا المناضة بزاف، هي اللي كيبردوا بها في الصيف، وهي اللي كيشربوا ما عندهم ما يشربوها هي وتاي والماء ما عندهم والو، وهذه تقات لهم صحتهم باطنان السكر. كاين شي رقيب كتسمعي حملة حملة مرة مرة، ملي يقرب رمضان تيخرجوا مساكن واحد الربعة واحد الطونوبيلة وتيمشيو للقيصريات، خصهم يبانوا في القيصريات زين تفاطر بحال هكا ودايرين واحد هذا واحد التليفونات وغاديين، راه نشربوا هذيك الكشار ديالك مزيان، راه نشربوا هذاك البيض حلو، راه نشربوا هذاك الحلو، وغير هكا واش تقلبوا على القيصرية وفيه طونسيون هذاك غادي ينزل علو، هذاك راه درويش بحالي بحالو، لا انا غنزل على الوزارة لأنها لا مشات دارت لنا الأدوات الإلكترونية، كل ثلاجة بأجهزة، كل منتوج بأجهزة، ويجي المراقب ها بالطونوبيلة الرقمية بحال كيدوز صحاب داستي، ويدوز ها بجنب المحل ومن البعد يدير طن 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 سكانير، ويخرج عنده في البيسي كل شيء وراه كاع ما عارف المحل راه كيتراقب، ويطلع الرابور ويجي يحطوا له، يقول مبارك مسعود الزيارة العملسي، غدا نجيو نحمروا الورقاع، نتفرج ديك الساعة تولي خدمة كيدير، ونقليها للمدارس، غدا غدا يركزوا المغاربة يراقبوا المدارس. المغاربه فاش قويين؟ ما قويينش في المسائل الامنيه كيتعرفوا فيها، غيعكزوا في شي اخبارك المغاربه يقدروا يديروا حاله مدنيه للدبان. هو تيقول لك الدبانه هذه الكل هذه، هذه الدبانه مش الكل هذه. معنا فاصل مستغدين نواصلوا باقي المكالمات معنا. عبد الله من تازا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا الاستاذ تبارك الله عليك. مرحبا بك سي عبد الله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، والله استاذ الا فرحان كثير، انا كنعتبرك الفخاره ديال المغاربه. بارك الله فيك، احبك الله براسه سيدي عبد الله. الله يحفظك، شكرا بزاف، تحيه لاله سناء. الله يبارك فيك سي عبد الله. تفضل. استاذ انا عندي 18 سنه. بارك الله. هذا العام كنت خديت البكالوريا ديالي. ملي خديت البكالوريا ديالي انا واحد الحلم اللي كبر معايا من صغري استاذ، كنت باغي نديرو من صغري، وكل ما كبرت كان كيكبر معايا ديك الطموح والحلم. عندي موهبه، عندي حلم، كنت باغي نمشي في مازال نقرا الصحافه والاعلام وهذا الشيء ديال التواصل. ايوا ولكن استاذ ما توفقت انني نولج لواحد المعهد اللي كاين في المغرب ديال الصحافه في الرباط، بسبب انني كانت عندي كانوا في لي كونديسيون باش تسجل معدا في الاول قبل ما تدوز المباراه، كان عندي انا مثلا في اللغه العربيه ما عرفتش شنو وقع، لان النيفو ديالي مزيان في اللغه العربيه، كان كنت جبت فيها 13 في الامتحان الجهوي وهما طالبي 14 على الاقل. هاد النقطه هادي خسرات لي الحلم ديالي، انا جبت الباك مزيان الحمد لله، دي سوموسيون تخي بيان تبارك الله، لان الان سيليكسيوني في لي كلاس بريباراتوار في وجده. وكيقولوا لي بلي لي كلاس ما صار مزيان، ولكن انا كنقول واخا تنمشي في لي كلاس، واخا تنقرا في لي كلاس، واخا كاع ناخذ لي كلاس ونجي بروميير في السي ان سي ان شاء الله، ونمشي كاع لاكبر ايكول دانجينيور، ولكن استاذ انا ما عنديش لا باسيون باش نمشي في هذا المجال. الله العظيم. امكانياتي ما كتسمحليش نمشي نقرا في البريفي مثلا، نقرا جورناليزم في البريفي، مي ما عرفتش شنو غندير، كنقول في واحد اللحظه كنخطط انني مثلا نمشي نقرا لي كلاس وناخذ الدبلوم ديالي في الانجينيوري، وعاد من بعد هذا الحلم الصحافه نرجع له من بعد هذا الشيء، واحد اللحظه عاد كنقول ودي غادي نمشي لهذ الكلاس، غيبقى دائما شوف سي عبد الله. نعم استاذ. غندخل ال 3W.cnedy.fr كناد cnedy.fr راه عنده اون فورماسيون ا ديستونس في الجورناليزم. عاود لي سيت استاذ. cnedy.cnedy.fr cnedy.fr غندخل غتلقى واحد الشعبه بريباراسيون دو جورناليزم، والكلفه ديالها السنويه ما غاليهش. كتخلص في العام واحد 2000 درهم في العام ولا 3000 درهم في العام، ماشي بحال الشهر. لا 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 ماشي، هادو شتي هذا هو الكومبيوس الكترونيك. هادو ناس كيخدموا ازيد من 50 سنه التعليم عن بعد. شتي ملي كتوجد لا باز دوكيمونتير، يعني الدروس ولي تي دي كيوجدوا، الامتحانات كيوجدوا، تيولي عنده هو واحد ولا جوج ولا ثلاثه ما كتساوي والو، راه تيقيد الالاف،
راه عنده أزيد من 150 ألف تيقراو عنده. ردوا البال الحباب، هذه داخله في الاستراتيجيه ديال فرنسا باش كتفعل لا فرانكوفوني باش كتقوي لغتها في العالم، دايره هاد الامور. فينك اللي باغي تدافعي على الهويه المغربيه؟ وخليها خليها يا امي، خليها رقدوها ونديروها خليع اولا نعلقوها قديد تفرجوا فيها. علاش هما دايرينها؟ شكون اللي كيتسجل عندهم؟ لبنان، دول الخليج، دول افريقيا، جنوب الصحراء، من كندا، من روسيا، اما اوروبا لا ما تحددت ولا حرج. يعني شتي شنو هو التاطير الذكي للمعلومه؟ شنو هو التاطير الذكي للمعلومه؟ باش يجي عندي انا صيفطك المعلومه، انا صيفطها لك، واش تملي كتصيفط المعلومه لشي واحد حبا فيك تيامن بك، انا صيفطها له. هانت دابا غتشوف هاد الوليد هذا الا مشى تتسجن في الكنات غيصيفطوا له اول حاجه كتجيك واحد الجوا فيها واحد خمسه ولا سته ولا تكتوبه القرايه ديال الهبال، كيتبعك معها واحد الدي في دي تتلونسيه ثم كتكونيكتا وتشوف الاساتذه ديالك تيحضروا معاك كيشوفك كدوي معاه بونجور كذا كذا يكتب لك ويشرح لك وكذا وكذا، ثم تيعطيوك الكالندريي تيقول لك هذا الكالندريي هذا التاريخ ديال السنه فين غيكون عندك تعطينا لي دوفوار، وإلا ما قدرتيش نفركوهم لك على القدره ديالك لا تضغط على راسك. دابا معايا هذه راه هي الديمقراطيه في التعليم، راه الوحيد اللي فكر فيها هو الاستاذ القحصن الله يجازيه بخير. هذاك السيد ضاع فين المغرب؟ ضاع فين المغرب؟ ذاك الرجل ضاع فين المغرب؟ لانه رجل العلم وفتح الجامعات للشعب، من غير هو ما عمرنا شفنا شي وزير بغا يديرها. علاش ما تجيش تحل الجامعات للشعب؟ عندك باك ولا ما عندكش باك، باغي تقرا، باغي تبريباري ديبلوم ولا باغي غير شهاده ولا باغي، دخول الجامعه، دخول الامهات يدخلوا الجامعه، بناتنا يدخلوا الجامعه. لا الحرم الجامعي قداس اللي تترفع المؤسسات اللي هي مديوره للوطن تترفعها كتعلى ما تبقاش تدخل لها المواطن. يو تحبط لينا السي عبد الله قريته، تحبط لينا لاله عزيزه قريتها، تحبط لينا فلان شكون ياك. حنا فاش داوين اليوم داوين على الخاطر ملي كيليق وتيولي شدي يقطع لك في الجواب وتيولي الانسان المزاج ديالو مشقلب وتيولي نفسيته معكره، شنو نقولوا له؟ مسطي، مريض نفسانيا، داروا له السحور، شادينو الجنون. ابدا كاين هاد الاحتمالات، ولكن كاين تا المناخ الاجتماعي والمؤسسات اللي كترعى المواطن. ما يحاه قلت لكم المواطن يتيم، راه عنده ثلاثه د الحوايج المواطن في المغرب، عنده ثلاثه اللي كاينين في المغرب، الله، الشمس، سيدنا. وغير هاد ثلاثه الله الله عليك المغربي، جاب الله كاين الله، قلت لكم كاش الله كره حريره، جاب الله الله دار لينا في رحمته الشمس. سيدنا عمر كان تيقول واحد المثلى، عليكم بحمام العرب، هو الشمس كيدفي لك عظيماتك، طلع لك البروفيتامين دي، حيد لك الاكتئاب، تولي تاكلي مزيان، تولي ناشطه. ها الشمس فابور، ها خرجي الشمس فابور، الله كون كانت تبيعوك ربعوها. والشريف ها هو يجري هنا يجري هنا يجري هنا يجري هنا، ويجي واحد الكاسول، الانجازات اللي حققنا في وزارتنا، تقدم نسبة هذاك العجب ديال واش كيسميوه، درنا 77 مليار ديال. يا ودي حشم على وجهك ما جبتي منا تاريه لهذا الرجل. تتقى الله في راسك سيدي، تتقى الله، كون شويه عندك شويه مروه وقول الحمد لله اللي عندنا الشريف عاوننا وجاب 90% ديال الخدمه وحنايا 100 واحد يلاه كملنا 10. 100 واحد، 100 مبوشه محامي على بلوطه. بغينا يوصلوها للمغرب. عرف واحد الحاجه تيعاودوها المغاربه، قال لك واحد الغراب بلقى ما ياكل، بلقى ما ياكل واحد الغراب، وخرج كيدور كيموفي يشقلب، بان واحد النسر دايز كيحوم ويتبع النسر، النسر غادي 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 غادي، ويتبع له واحد القنيه ويهبط النسر، تابع هذيك القنيه وهي هاربه، وذاك النسر غادي وتيتشوك معاها وتيتمرمد وتايا ويشدها،
شدها قتلها طالع بها جا غراب حدا كينهج قال لي محناتنا محناتنا هذا راه ماشي وحدي وانت واحد نصر خدام تيحوم ويتعب ويتكرفس هو حد جيب جيبو محناتنا مسيح الله العظيم حتى ودي اش درتي كنت مريح هاللي جاب الشوكولاط هاللي جاب كاتكات هاللي مبارك مع نفيسه هاللي طالع مع خفيشه وفي الاخر تجي تقول لي علاش ديالي اه ودي راه كاين شي وحدين ما كيعشموش ولا حول ولا قوه الا بالله التوفيق ان شاء الله لسي عبد الله وناخذ محمد من الدار البيضاء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ انا هو محمد اللي هضرت معك نهار الاثنين ويلي هذا الصوت هذا واش غنساه ولكن استاذ شكرا اللي راه لوغو زاكي دابا اه لوغو راه زاكي شويه شنو شنو هو اللي زاكي لوغو لوغو المورال المورال مالو زاكي شويه استاذ بغينا نشكروك استاذ حيت هذاك النهار استاذ كنت ماشي هو هذاك استاذ الحاج ديالي واخا 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 قلت لك ولكن استاذ بغي راه يتحس بك حيت هو اللي كتحس بينا لا اله الا الله لا اله الا الله والله العظيم بالله ورا خويا راه حنا ولاد شعب واحد راه حنا ولاد حومه وحده ولاد وداك الشيء اللي استاذ اللي كنت بغيت نسولك عليه من الاول حتى سولتين دابا هذا باش نسولك مع هاد شويه شاد شويه مسكين يلا قول انا الامنيه ديالي يا استاذ مع اختي النمره وداك الشيء انا باغي نشوف وجهك وباغي نجلس معاك الله يرحم لك الوالدين لا اله الا الله الطلب هو الطلب اللي بغيت نطلبه منك استاذ المثال شوف عندي الاذاعه عاد تسلم عليا حيت مشغول نسلم نسلموا على بعضياتنا اما الجلسه خليها راه ولد عمي راني عندي الشغالات الله العالميه والله استاذ هذه الامنيه ديالي انا جي ها انت الاذاعه كتعرف العنوان ديالها جي قول للسيد سيكيورتي انا محمد اللي عيط الاستاذ نسلم على خويا السلام واجب واخا استاذ مرحبا بك مرحبا بك حويجات بغيت نقولهم لك استاذ اللي كنحس بهم انا اييه راه بغيت نقولهم لك ربما تعطيني الحل حيت هذه ربع سنين استاذ وانا كندير ما لقيتش شي حل لا حول ولا قوه شوف ارسل لي واحد رساله ايميل انا غندير لك الستوندار وخذ الايميل ديالي وكتب لي واحد الرساله انا كنفضل واتصل برك مع شي واحد عارف شي سيبر ولد عمي انت تفتي له ويكتب لك انت سمحت لي في البرنامج ولا انت جدودنا هذه 60 عام كيدير زيرو كيمشيو للحانوت ويبدا يبكي على محمد الله يلاه خدع عندنا محمد هو اللي كتب وصيفط لك البرا كلشي قاري في الحومه تخيل البرا ديالك قاري الحومه كلها عيطوا لمحمد اللي عنده البكالوريا مشى عند فاطمه اللي عندها الشهاده داز وخداو الجواب من عند علي تخيل الحومه كلها ملي كتجي حتى هو فلان اللي كتب فرنسا راه كتبات لك وما قالت لك جيب ليها الصابون تخيل حومه كلها قاريه معنا ام سهيل من الرباط الو مرحبا لله الو مساء الخير دكتور مساء النور لله عباشر مباركة أهلا وعليك كل المتمنيات يا ربي أمين الله أنا فخورة وحس لي الشرف أنا كان أعتبرك ماشي واحد من العائلة لأنني دابا عامين ونصف دكتور مرحبا بك أختي وأنا كنت سامع البرنامج ديالك واللي زاد حمسي نبقى نستمع ليه يوميا أنني سنسمعك تقول أنا دمي تكالي راني شارب من دكتور من العين أنا يا فرقاوية بلاد العلماء هذوك الفقهاء عندكم تما بواي انا فقهاوي يا دكتور عارف وفخبارك شتي عندكم واحد 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 الخاصيه في هذيك البلاد تسولي عليها ربي يخليك سيري سولي شكون اللي هدى عندكم واحد العائله بلا ما نقول لكم سميتها في شرق قهوه هي هدات واحد السياره من اول السيارات في المغرب لسيدنا محمد الخامس وسيري سولي هذيك العائله والظرفيه علاش شنو السبب باش تهدات هذيك السياره لسيدنا محمد الخامس علاش؟ مرحبا بك مرحبا بك الله يجازيك بالخير دكتور كنسال بعد اول حاجه من الله سبحانه وتعالى يعطيكم اطيب ما في الدنيا يا ربي امين واحسن ما في الجنه يا ربي امين وان يجمعكم بابرز الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكنشكر الاخت مجدولي اللي في الاستقبال استقبلت استقبال حار تفضل سناء الكناني الثانية كنشكرها من هذا المنبر الله يطول لكم في العمر يا رب امين شكرا ربي يخليكم شكرا اختي الله يجازيك بخير هذا الشيء غير واحد يد المساعدة ان شاء الله الله يسعدك مرحبا انا ام عندي طفلين واحد عنده 11 سنة وواحد ان شاء الله خصو يقرا ان شاء الله بيت الاول كان الزوج ديالي خدام وكنت الحمد لله ما خصنا حتى شي خير يعني واخا ماندا وحده كيف ما كيقولوا يعني كانت فقط مع الزمن وتشلت ليه الوالده ديالو مسكينه يعني
مؤخرا والوليد ديالو عنده دياليز ودابا دكتور بغيت طرقت الباب ديالكم ولو غير شي شي اللي سمعني بغيت غير ولو غير باش نشري لهم غير الدفاصير والمطابع يقراو بحالهم بحال وليدات هادو وليداتك لي فورنيتور سكولير وليدات انا غنخلي لك العافاك نرجعك للستوندار الله يجازيك بالخير دكتور مامون ولا عليك لا ولا عليك ولا عليك الله يعطيك الحنه خليك معنا ابو سهيل خليك معنا ولا عليك ولا عليك ولا عليك حول ولا قوه الا بالله ناخذوا غزلان من اكادير هنا عفا اختي ام سهيل من غير هذا الامر خصها خصها تحرك في شي امر دابا شنو هو الحل ديال الفقر وشنو هو الحل ديال القضاء على الحاجه المغاربه عام على عام كيكتشفوا العبقريه ديال سيدنا النهار اللي الشريف فتح مشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شنو كيعني؟ كيعني نعطيو الكرامة للمواطن المواطن ما باغيش واحد يصدق عليه شي حاجة باغي تحلو باب من باب الرزق وأول ما غادي يبداو المشاريع ديال المبادرة غادي يبداو في الدار البيضاء في النساء اللي كيبيعوا الببوش من اليامات اللي كانوا كيهربوا من البوليس كانوا شي يامات كيخليهم الشرطة يخدموا وتيبقوا مساكن خدامين هاربين خدامين هاربين خدامين هاربين أول ما غادي تبدا المبادرة نتبع كنحيي المصالح ديال الأستاذ عشاق سي عشاق هنا عندنا واحد الرجل صالح راه هو اللي مسؤول على هذا القطاع في الدار البيضاء واحد الرجل واحد الرجل واحد الرجل كيخرج بنفسه ويمشي برجله ويتفقد بعينه ويبقى متبع المسائل حتى يوقع في المشروع المغاربة باغين باب الرزق ما باغيش شي واحد يعطيهم شي حاجة بيبان الرزق نسأل الله السلامة والعافية كاين العوارض كاين المصرية من جهة كاين اللي ما باغيش الخير للمواطن كاين اللي باغي يتصرف واحد البلاصة عوارض وهم باب الرزق راهم كاين أول باب رزق هو نصح أم سهيل لأن هذوك النساء اللي كيخدموا ماشي فقط باغين خدامة تجي للدار المرأة المغربية المزوجة وبلادها تتحس بكرامتها بحال اللي كتنقص ملي غتجي تخدم عند شي مرأة بعض النساء وبعض العائلات ما باغينش فقط محتاجين مرأة تجي تخدم محتاجين مرأة تيسر ليهم معيشتهم اليوميه في ديورهم وهذه غيديروها النساء في سوق الجميعه عندنا في درب السلطان الا مشيتي على سوق الجميعه وبلاصه الخضره اش كتلقاي عيالات منقي القوق دابا دخلنا عليك ولا موظفه غتلقى الوقت فين تنقي القوق وما باغاش تشري القوق ديال الحك باغا قوق حي اذا كتلقى امراه منقيه جلبانه دير لك فساشي مكرطه خيز ومصيبه نقية كل شيء معدنوس منقية انت اش كديري كتشدي كتنصبي دابا واش نقدروا نمشيو ابعد من هذا ماشي غير نقيو النمره الخضراء الا مشيتي ام سهيل ولاقيوك واحد دياتيتيسيان اليوم الحمد لله عندنا احبابنا في ميد راديو وكنعرفوا منهم واحد العدد ناس قاريين على طريقه باش تصيب واحد الوجبات غذائية متوازنة كاين اللي في العائلة المغربية اللي فيه الكوليسترول كاين اللي فيه القلب كاين اللي عنده السخفة كاين اللي كتجيه الدوخة ما مريتش عليك كتجيه الخوية ما عارف كاع اش ياكل اش كياكلوا الناس على الحلاوة والتعب عارك الحلاوة على الكوفيتير الزبدة على قهوة بالحليب على الكوفيتير الزبدة على قهوة بالحليب تلقى بالحليب ما تهضم لك على ربع ايام قالك في كرشك تما ساكنة معاك تكري لك في كرشك قهوة بالحليب كانت قهوة بحليب قاعد قهوة بحليب ننصحكم بقاش تشربوا قهوة بحليب شرب قهوة بوحدها شرب حليب بوحده لأن القهوة بحليب راه ثقيلة على المعدة وخاصة الحليب بلا لاكتوز ديروا لنا شي حليب طبيعي وديروا لنا حليب بلا لاكتوز الناس عندهم حساسية لاكتوز ما عارفينهاش هم اللي تخلط تكون عندك حساسية مع اللاكتوز وتخلطوا مع القهوة وتفرجك تولي في كرشك
وفي الخط قبل هذا عندي صعوبة في الهضم. راه عندك سيدي واحد الحساسية مع بعض المواد ما عارفينهاش الناس. إذا هنا العائلة المغربية اللي الطبقة متوسطة المرأة خدامة ورجل خدام اش كيديروا؟ كيبداو يكلفطوا ماكلة ولادهم، إما يدخلوا بيتزا الله يرحم لكم الوالدين، المصالح اللي كتحضي الماكلات المغاربة الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تخليوا الناس يقولوا المغاربة بيتزا فروماج. راه قليل قليل اللي كيبيع بيتزا فروماج، أغلبية كيبيعوا بيتزا ببريباراسيون فروماجير. شنو هي البريباراسيون فروماجير؟ هي كيخلطوا المارغارين مع مواد أخرى مع شوية الفروماج. إذا كنرفعوا من مستوى الكوليسترول عباد الله، كنخسروا لهم الذوق وكنضحكوا عليهم. لهذا كتشوفوا بيتزا كتبع رخيصة حيت فيها الفرينة وبريباراسيون فروماجير. أما إلا بغيتي دير بيتزا فروماج والفروماج غالي والله ما تشري بهذاك الثمن. إذا ما تبقاوش تضحكوا على الناس وتفلوا عليهم في صحتهم. وهذا راجع كيف قلت لكم للرقيب، لأنه ملي تجي أنت تعلق ما حاول تكتب بيتزا فروماج خاص الرقيب يدخل عندك يقول له راه نشوف فروماج. أنا نشوف شحال كدير فروماج في البيتزا؟ منين جبتي الفروماج؟ أما بريباراسيون فروماجير دخل على اليوتيوب وكتب بريباراسيون فروماجير وغادي يوريك كيفاش كيخلطوا وهادي مع هادي مع هادي وتخرج لك واحد العجنة بحال الفروماج ماشي فروماج. شتي دابا حنا كنديروا الدور اللي خصو يديروه مصالح اخرى. حنا دابا كنثقفوا المواطن باش يعود يخاف على كرشو. لا هو كليت واحد البيزا ما كليتيش بيزا فروماج، كليتي العجينه مع العجينه. اذا هنا لالا ام سهيل ملي غتمشي ودير واحد الفورماسيون مع واحد ديتيسيان وتولي هي كتصل بالعائله المغربيه اللي في حومتها اللي في مدينتها اللي في كذا، كنصيب لكم دي منو دي منو. المغاربة باغيين ياكلوا الدجاج بلدي، الدجاج البلدي الحر هو اللي رجلو كحلين ماشي اللي رجلو صفرين. الا شتيو الدجاج بلدي عندو رجلو صفرين عرفو مربوط علفوه بالمرقة والخبز. الدجاجة البلدية الحرة رجليها رماديا مغموقين ولا كحلين وعندها قشور ديال الحوت واكلين في رجليها، هذاك هو الدجاج البلدي. انا غادي نضرب لكم اليوم كلشي في الزعرة يا الله. اذا مين تشريو الدجاج ويقول لك بلدي قلبوا له رجلو، بعت لك الدجاجه ديال صفرين بعدي منها هذيك راه مربوطه كتقفز في عجنها بخبز كولي كولي المرقه الشيطه. والدجاج البلدي ما سرحش مابقاش بلدي ولا والو. اذا هنا ملي المغربي كيلقى واحد كيعطيه منتوج بسيط سامبل، مغربيه باغا عدس نقي باغا حمص نقي باغا وصفه مقاده تجيبيها لها تنصبها، عندنا دي باركيت ديال بلاستيك اليمونتير وتشري واحد الثلاجه وتمشي دير واحد الكارد فيزيت وتدورهم على الناس. شنو اللي خصك؟ خصك واحد يزكيك، خصك عائله تزكيك. غتمشي عند عائله من الاعيان وتقول لها الحاجه انا مزوقه فيك، انا غنصيب لك وذوقي وصيب واعطيني رايك عزكيني. شنو هي التزكيه؟ هي راكم غاتي ورقه كتكتبها لك الحاجه فلانه اللي معروفه في هذيك الحومه بان كتزكي هذه السيده هذه راه كدير كذا وكدير كذا وكدير كذا. كتهزي التزكيه ديالك وكتهزي الشغيل ديالك. المغاربه باغيين خبز بلدي ديال الدار. عرفتي بشحال مخبزه كتبيع خبيزه بلديه بدوك بدوك صغيره ب7 درهم من خالتها هذيك اللي كانت كتعجن امي وتعجن جده هادي ب7 درهم تاكليها ما تشبعك خصك جوج. الا بغيتيها بالنخاله وبلا سكر 7 درهم، والا بغيتي السنوده اللي عامره بسنيده وكتقرمش قالك المقرماش ايه قرمش قرمش السنيده احسن لك احسن لك. عافاك الخبز مع معلقه السنيده احسن لكم. ها ديروا واحد الجفنه واحد الزلافه عامره بسنيده الله يخليكم ضغمه الخبز وديروا معلقه السنيده باش تقدروا تاكلوها. هذاك هو اللي كيبيع لكم في المخبزات. كاين الرقيب كاينش الرقيب. إذا هنا حدك يا بنت عمي الله يرضي عليك وتبقى شابة من صوتك عندك جولاد وعندك خدام عندهم مو با ناس عيانين شتي لا بقيتي مقابلة بلادك وعائلة فيها المرضى غتمرضي غتمرضي. وديك الساعة غيطيحوا له ثلاثة غطيح لهم مو با وانتي. الرجل الحر كيبقى ديما هاز الثقل على مرته. المرأة الحرة
خصها تهز معها تقول بلا ما يعيق. كيقول لها مالكيش ديك شاده فيا، كتقول له عز عليا خويا، مالكيش شاده فيا وعز عليا خويا، وهي راه حطت كتفها لهذاك العمود اللي كان هز على كتفه وبلا ما عاق خفت عليه. واحد النهار كيسهى وكينعس كيفيق تيترعد، ياك ما طاح الحمل، ياك ما طاح الحمل. لا ولد عمي راني هزيته معاك، ديال حره، ديال حره. الله يرحم والدي، عندك وتسحبوا عمل المرأة، عندك وتسحبوا خروجها للسوق، عندك وتحرموا عيالاتكم من هذا الشيء. الله يرحم لكم والدي الرجال. ابني عمي رجال الحرار، الوقت راه خصها العوين، الوقت راه بغات العوين. إذا أنت برزقك وعندك إمكانياتك وخليتي الحرة مقابلة وهزة شغال مرحبا. وإذا أنت ولد عمي عاك تدبب، إذا أنت جار تقل وما تعاونكش الحرة راه لابو رصيادة. السبع بلا لابو يموت بالجوع في الغابة، وحنا اش كيسمونا أسود الأطلس. ولك أنت نتا أسود الأطلس، فين هي لابو الأطلس؟ نردوهم شيشات تسدو عليهم في الدار، نردوهم عيجات. هادو اللي بغاو ينزلوا لنا الثقافة ماهمش مغاربة. مغربية كتدخل السوق، مغربية شريفة، مغربية كتبيع التوب، مغربية كتدخل القيصرية، مغربية كتسافر كتمشي في الكار وتجيب السلعة وترجع، مغربية كتدخل الذهب، مغربية كدير كل شيء. عندك وتطيحوا في واحد الفخ، تخلي شي واحد يعور لك مخك ويقيس لك في الصباغ. هاد المغاربة، المغاربة ما فيهمش تناوي. كيلقاو الشريفية كتبيع الخضرة كيحترموها، كيلقاو الشريفية كتبيع الحوت كيحترموها، كيلقاو الشريفية كتبيع الذهب كيحترموها، يا مزوجة يا مزوجاش كيحترموها. وانتم شوفوا لاليات الشلحات، شوفوا لاليات الريفيات، شوفوا لاليات الدكانيات، واش داخلين السوق ولا ما داخلينش. عندكم مشيو نطيحوا في هذيك العقليه ديال لا النساء خصهم يرجعوا للدار وخص الرجال. يا سيدي كل واحد وشنو قسم له الله. الا تعطاك ربي ربع المحلات ولا خمسه وعندك الخير وعندك الخمير، ومالك اخويا صقعت تخرج مرتك للشمس، ولا انت عندك عم ينضى شنو دير؟ جيك على حبوبك كلشي يموت بالجوع، ديك عسخانة عتموت كلشي يخرج غدا يسعى. إذا ما نغامرش أنا بختي المغربية وبولادنا وبحبابنا، نخليهم معلقين ورا واحد، علقوا ورا جوج وتوكل على الله. مرحبا. معنا فاصل المستمعين ونرجعوا نواصلوا دائما المكالمات من خلال البرنامج بكل وضوح. فاصل إعلاني قصير ونعود في برنامجكم بكل وضوح مع من خلال البرنامج بكل وضوح. معنا غزلان، مازال معنا غزلان. ألو. نعم. مرحبا غزلان من أكادير. مساء الخير. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. راه تقدر تكون عرفتيني دابا ثلاثه في المرات وانا كنتصل بك. ايه عرفتيني شكون هيك ملي تكلم انا غادي يطلع الدنيا. ايه استاذ، استاذ دوز بزاف كما ورا دويت معك في هذاك الموضوع وطلع لي المفتاح. لا من غير هذا مشكل اخر في رمضان كنترفك يا دوزتي معك معاه. وقلتيه هادشي عاوتيه ليا وما كيقرش لك بالمعروف وما كيشكروكش نسابك وكيديرو وراجلك ناكرك وما كيكذا وكذا وكذا. واحد الوقت ديالي فاش كنت وصلت لواحد شربت واحد الدواء بيريمي وانا ما عرفتوش، وفي الحاله ديال الموت صافي بديت صافي كريت شاد من الكشكوشه كتخرج للراقيس وكتقول لي وهذه اختي كبر مني ومربياني وكل شيء، وكتقول لي منين سولتك شنو وقع؟ قالت لي كنشوفك كتموتي وكنقول موتي. قولي يا غزلان ما تقلقيش مني. ما تقلقيش مني. لا عزيز عليك الحزن، كتحبي الحزن زعما كتحماقي على الحزن، راكب لك في الدم. الا ما حزنتيش ما كتحسيش براسك هي هذيك، خاصك تكوني باركه وتتغلفي وكتقولي ما بكيتش وتتبقى بحال هكا شتي في خبارك. المشاكل اللي عشتي انا في حياتي والله ما عشتي منهم 1%. عمرك سمعتي في صوتي الحزن؟ كنكره الحزن، ما كنحبوش. لو كان الحزن عدوك وقتلته، شكون كان الحزن لقاه نغيز ليه، كنحبوش. انا ولد التفاؤل، انا ولد الاشراقة، انا ولد الابتسامة، انا ولد الروح الربانية المشاشعة. الحزن والله واخا تكون داخلين الموت عمر بردتي ما نقول ما نخليش ولادي يبكيو، نقول لهم غنيو ليا جودوا ليا. عندك تبكي، عندك خصك تبغض الحزن باش يجيك الفرح. انا قلت لكم ردوا البال، راه ملي تركب لك في الهويه ديالك العنف تولي تشبه له. ما معنى يتركب لك في الهويه العنف؟ ما معنى مراه كيضربها راجلها، مراه كيسبها ولدها،
مرأة كتتعايرها لسيبتها مزيح اش غيوقع الى نبدات الحزن هذا هو جهاز المناعة من الداخل قالت الحزن لا نبداته ما غتبقاش كتستحمل هاد الوضعية بقاش تستحملها اشنو غادي تدير شنو غادي تدير غادي تقول لهذاك الراجل وهذيك اختها وهذاك فلان انا دايره لاكريم لوجهي وانا مسوكه ومعكره وانا ضاحكه شنو المشكل عندك معايا المشكل الفلان فلاني مسوقيش فيه المشكل الفلان فلاني مسوقيش فيه انا اللي عندي المشكل هو علاش بغيت تحيي لي الابتسامه من وجهي انا الناس تعرفوني ما نقبلش شكوى شتي اي واحد يجيب لي شكوى يبقى يشكي ما كنبقاش نسمح له كنقول له اعطيني مشكله نفكها اما الشكوى ما نستحملكش تشكي عليا سير شكي الله هاك بغيتي نعطيوك عنوان ديال الناس تمشي تشكي عندهم هما هاك العنوان حنا ناس عندنا معرفه وتجربه وخبره كنحلوا المشاكل بالرياضيات كتقول مشكل كنشوفوا المخرج ديالو ونشوفوا المدخل ديالو ونوريك من دوز اما بغيتي تبقى تحصر وتولع وتضرع وتدير كاين ربي وكاين الخبراء كيقبلوها كاين الخبراء اللي تمشي عنده تخلصوا وتبقى تضرع وتبكي ضرع الله يعاونو شغلو هذاك انا حالي رباني ما معنى حالي رباني والله ما نشكي سريرتي الا المولاية امي ما نقولهاش ليها امي اللي والداني هاي بنت عزيزه كتسمع فيا امي اللي والداني دخل على الكواس يسول امي واش عمرو شكى عليك ها امي ها هي عطاك الرقم عافاك اختي سناء وعيطي لها قول لها دخل الشريفه الحجه راه قال لي كذا وكذا عافاك ها امي وسير سوليها ولدي لاباس لاباس الوالده بخير بخير واحد النهار قالت لي علاش ما كنسولك تقول لي بخير قلت لها اش بغيتي نقول لك امي قالت لي ماذا تشكي عليا ما كتعاود ليا قلت لها انا نعاود لك انا واكل شارب خدام هز حملي بغيت نقول لك امي اكثر من شيء الحمد لله قلناها ضحكنا شنو بغيتي نقول لك اكثر قالت لي ولدي الله يخليك صلاتك قلت لها دعي معي قالت لي الله يخليك ولدي صلاتك فكاين اللي كينسى وكاين اللي كيتناسى وكاين اللي هز الحمل وتيقول الحمد لله اللي عطاني هذا اش كان تيقول سيدنا رسول الله الحمد لله الذي عافانا بما ابتلاه به غيرنا دابا الحمل اللي انا هاز واللي هز انت لا غزلان هو الحمل اللي هزه المراه في العراق هو الحمل اللي هزه الاب سوريا اللي كيشوف ولده صغير كيريب عليه الحيط هو الحمل اللي هزه الاب فلسطين هو الحمل اللي هزه دابا الناس في ليبيا اللي كانوا عايشين عيشت الملوك تولوا الليبيين لاجئين هو الحمل اللي هزوا دابا الجزائري ما عارف كيفاش دور على الوقت اللي كانت الجزائر كتلعب الاقتصاد فرنسا كانوا يمشيو الجزائريين لفرنسا يشطحوا المكازات كيدخلوا كيبقاو يشريو حتى النصارى كيديروا ريقو على الجزائريين كانوا بطوات كيجيو من مارسي الجزائر عمرك تشوف مارسي عند العرس ملي كتشوف باطو جاي من الجزائر جاي من الجزائريين مارسي عند العرس جهزات الدوكار ولاو دي السوبر مارشي اكبر محلات ديال بيع اللحوم حلال بداو في مارسي لان ملي كانوا كيجيو الجزائريين لمارسي كيطلع الشيفر ديال المبيعات ب 350% تا ولا مسكين الجزائري ما عارفش واش دور على الوقت الحمل اللي هازين حنا خف من الحمل اللي هازو الجزائري دابا وكان دعيو محبوبين الجزائريين الله يجيب لكم الصالحين والله ينقي شوكم من الطريق والله ينزل شي رعدة ربانية على شي سوقعة تما يمحيهم ربي في جلي الارض وفي جلي السماء لان ما لقيناش الرجال كون قال المغرب الرجال بجنبو وتفرج كيفاش نشطحوا المغرب العربي كيفاش المغرب العربي يولي جنة في الارض والله يجيب التيسير لتونس والتبات لتونس الحرار اللي مساكن دراوش واكل الدق وصابرين الحمل اللي هازين هاد الناس ومن هازين حملك انت على لا غزلان
ما صدقتش الراجل بقع لك الراجل، ما صدقتش اختي الله يعاونك اختي، ما صدقتش نسيبتي الله يعاونك نسيبتي. ارو لي ركابي الا بقي عندي شي ركابي، وارو لي الكتاف الا بقي عندي شي كتاف، ونخرج نطيب برمه الحريره، وندير برمه ديال الببوش، وندير برمه ديال البيساره، ونوقف مقابل مع المحطه ديال الكيران وينزلوا الناس، ونحط كارطونه. اما دابا كيدير واحد كازا فواياجور في الصديقه ديال الحجم والحوت بجنبو، ناس حاطين كرتونه ويحط لك الطاوه فيها المقله وفيها نصوص هذا الخبز، مصايبينهم ساكن ويبيع ويصور 100 درهم 200 درهم كاريبي تسقف. لهنا يخطي عليك الحمام لجارك، الحمام كيذكر ويسبح، والله ما يبزق لك حدا عتبتك، ملي لقات مصطلحي كيمشي يبزق حدا البحر، وما يوسخش لك العتبه في السطح لان عارفك حر. ويجي يقلب عليا الراجل ويقول لي يا رجعي ما صدقتهاش، وتجي تزورني اختي نقول لها اختي ربع ساعه ديال صله الرحم تما كذا وعقابك برا، عتعاودي لي كلمه مزيانه تقعدي تعاودي تشكي برا ونبدي الحزن. ولا ما جاتكش النفحه الربانيه يا بنت عمي، وما وليتيش بصحيتك هكا ديري، واللي مخك هكا يدير، واللي قلبك هكا يدير، ولكن اللي كيدور حدا الزباله حاشاكم. واش بغيتي تحيد منه الحساسيه في نيفو؟ وما واخا يمشي عند اكبر طبيب الحساسيه خصو يحيد من حدا الزباله، ولكن انتم عزاز عليكم عباد الله تبقى حدا واحد الحجره، حدا واحد الركينه، حدا واحد الواد الحار، وفي الاخر تتشكو عباد الله مالك ما حيدتش من الواد الحار، مالك ما حيدتش منك الحساسيه. باش تحيد لك الحساسيه خصك تعنعن بالسنه الهجريه ديال سيدنا وسيدكم رسول الله. واش صخاب مكه؟ واش عرفتي مكه اش كتعني عند النبي؟ راه البيت اللي بنى جده صخابيها ومشى بعيد عليها وقلبه حزين ترجعوا ليها طه عليه. دابا كتظن هو عن عام السنه الهجريه وسنها لك، في خبارك غيجي واحد العباد يوم القيامه وغادي يقول لهم سيدي ربي غادي تدخلوهم لجهنم هذوك العباد، غيقولوا هذوك العباد لسيدي ربي يا ربي راه كنا مستضعفين في الارض، زعما كنا ما فحلناش كنا ضعاف. اش كيقول لهم الله؟ ان ارضي واسعه. عباد غيتحاسب معهم وما غادي يسمحش لهم لان ما هاجروش لان ما بعدوش. وانتي تتشكو حالك وما قادرش تقطع شانطي، ما هاجرت في عمري 16 عام في جيبي 200 درهم وعندي صاك فيه خبز وليمونه وغادي ما عندي لا حنين لا رحيم، ما نعرف لا با لا امي لا خالي لا عمتي، لان باش نحافظ على كرامتي باش ما نوليش نقتل وما نوليش مسعور وما نحماقش مشيت بليمونه. امي تابعاني تبكي قالت طيح دمعه من عينك امي نقطع الرحم، دمعه طيح من عينك عليا الرحم تقطع، دعي معايا وثبتي دعي معايا وثبتي. وغادي فتران شاد ساك وكان عيط لمولاي، وربي راه ما نعرف حد، وربي راه ما عندي حد، وربي راه عندي انت. هو يقول لي يا سيدي ربي، وتلفت للسيد اللي بجنبك وتلفت للنصراني ولقاه شفروه ما عنده ما ياكل، ونقسم معاه الخبز اللي عندي وليمونتي، وقال لي نصراني فين غادي؟ قلت له غادي لفرنسا نقرا. فين المدينه؟ مدينه الفلانيه. قال لي ساكن فيها واختو استاذه في الجامعه اللي غنقرا فيها، وباه كونترولور ديال الطوبيس. وصلت لفرنسا مع السيد سكنني عدو في الدار وقيداتني اختو في الجامعه، وباعطاني كارني ديال التيكي وبقات عندي 200 درهم سوفنير المغرب، كنقلبها نشوف فيها بحال هكا ملي توحش البلاد كنشم ريحتها ونديرها في كتاب، بقات عندي ما عمري خسرتها. قال لي الله انا معاك وكل معايا. قلت له والله ربي تنكون معاك راجل، غادي تضني واحد اللي عاش هاد جهنم. راه قلت له والله نعاود لك 1%، الا تقلبه يخرج من عندي من الميكرو من هنا، شتي قلب لا غيزال غيدوز مع الضو وغيتمجي عندي وغيخرج، وانا ما تنعاودوش حنا سريت من حد تنعاودوش، لان داك الشيء اللي دوزو والدينا في الاستعمار ودوزوه جدودنا ودوزوه حبابنا قدام هادشي اللي حنا عايشينه وحنا عايشين الجنه. ملي تخرج يا بنت عمي وتلقي كروسه عامره ببنان حداك، ما تشريهاش عبرك حداها شوفيها تصوري حداها، حنا كنا كناكلو شي بنان كنا نشوفو كاغي الشكلاط نبقاو نشمو فيه
كنت شم ريحه الشوكولات عايشين غير بالريحه بحال الكلاب غادي نشمو واحد شاوي شويه كنا نعواجو قال لكم سلميت سلميت الجوع قتل في قال لكم سلميت في الاخر يجي واحد يقول لك انا حزين كنسمع الحزن كنبغي نطردك. تعلموا شويه الهمه العاليه، تعلموا شويه الصبر، تعلموا شويه الثبات. وملي تضعف راه كاين الاطباء الاعصاب راهم كاينين يعطوك الدوفابور، ولكن وياك تقول ما لقيتيش اللي يعاونك. ولكن واش عاونتي انت على راسك؟ اول حاجه تعاون بها راسك هو تعقد على كرشك وتقول انا ما خوافش، حيت الخوف كيبدا نقولوا لا. واحد شاد وحده يزني معاها بزز يضربها يخرجها تزني تجيب له الفلوس جايه عندي كتشكي ليا بنت عمي ودار ليا سيدري بيت يضربني ودار ليا ودار ليا وكيزنيني ودار ليا ودار ليا مساك. فاش نفيدك لالا وبغيت شي حل، حل تفرقي معاه ولا حل باش يتبدل؟ لا ما كرهش شي حل باش يتبدل. ها حشمت انا نقول لك اش قلت ليها. ناخذوا معنا سي رشيد من الرباط. ديري لي فاصل. فاصل. الله يرحمك. واخا. نبدا دائما برنامج بكل وضوح. لو سمحت استاذ يعني في ختام لقائنا للاسف خشنا الوقت. البارح كنا كنتكلموا على سلاسه ديال الدماغ ولا ربطنا بموضوعنا اليوم، يعني احنا واش عندنا يعني طرف ديال المسؤوليه؟ قلتي على اساس انه كنشحنوا نفوسنا بضغوطات الحياه اليوميه بالحاجيات ديالنا اكثر من الطاقه ديالنا وما بقاش عندنا النقاهه. شتي لالا عمرك شتي شي حيوان في الطبيعه حر حر معدب؟ كاع الحيوانات في الطبيعه ما عدا نفترسها المفترس الطبيعي ديالها عايشه بخير وعلى خير، لانها كتعرف قانون الميزان. الله تيقول لنا سبحانه وتعالى ورفع السماء ووضع الميزان ان لا تطغوا في الميزان. صيغه الطغيان شنو سببها؟ الجهل وعدم معرفه الضعف ديالك. انت جاهل ما عارف القواعد ديال السرعه وديال القوه ما عارفهاش، هي كتسحب راسك قادر على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، هذا هو الجهل. وما عارفش ضعفك حتى كيكتشفوا الانسان يا اما في ازمه يا اما مرض يا اما كيطيح. وفلان مسكين كان لاباس عليه تطاح، فين لاباس عليه؟ يلغش في الشحمه، يلغش في الزبادي، يلغش في العسولات، في الحلاوه، وما مشى دار كونترول عند طبيب، ما مشى دار بيلو، ما عرف والو، طلع له السكر 6 غرام وهو السكر ما عندوش اعراض ما تيبانش، تضرب له في العروق، تفتل له المخ والكلاوي، طاح، وكان واقف مسكين وطاح، ماشي كان واقف، كان جاهل. شتي هاد الوقت ما بقاش كيتسمح لشي واحد يبقى جاهل. كتحرق ذاتك مشي عند الطبيب، ضرك راسك مشي عند الطبيب. إذا كليتي بالميزان أنا قلت لكم ما كاينش شي مخلوق في الطبيعة معدب. كاع الحيوانات اللي خلق الله في الطبيعة عايشة بخير بصحيحتهم، كياكلوا الربيع ديالهم، اللي كياكل اللحم تياكل اللحم، اللي كيشرب الماء كيشرب الماء. حنا لا ما ينعسوش مزيان، ما يسكتوش من الهضرة الخاوية. الهضرة الخاوية ما يسكتوش، يتفرجوا فاش ما كاين، يمشيو فاش ما يتصاحبوا مع من والا. شوافة مع سحارة مع محامية مع طبيبة مع نوطيرة، فين تلقى هادو؟ فين تلقى؟ وكتلقى السيدة مثقفة مصاحبة مع شوافة. اش كديري القارية مع الشوافة؟ وكترتق ليا لدان، وين اللي كترتق لك لدان؟ دابا كتظن دابا هذيك المثقفة ملي غتبرك مع الشوافة ترتق ليا لدان، ما أذاتهاش. فاش أذاتها؟ ماشي في العالم الغيبي اللي ما عرفهاش، في عدم انسجام جوج المواد، ماده سميتها الجهل مع ماده سميتها العلم. اش كيقول لك الله عليهم؟ بينهما برزخ لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان، ما كيتلاقاوش، كنوضحوا حنا نلاقيهم. اذا ملي غتلاقي واحد جوج ما كيتلاقاوش يوقع كود سيركوي. ملي كيوقع كود سيركوي كتحرق لك شي بياسه، وملي كيطيح الانسان في عطاب اش كيقول؟ وما نعرف واش من عند الله ولا من عند العبد، من عندك انت. فالمسؤوليه هو الانسان يخاف على راسه. شويه نخافوا على نفوسنا. نخافوا على صحتنا النفسيه. نخافوا على صحتنا العقليه. نخافوا على التوازن الجسدي ديالنا. نخافوا على بلادنا. شويه نخافوا. برك من ديك الزعامات السنطيحه. تيقول لك تبقى بالجبهه بجبرك يحصل ديال الغب. ومالك اخو انت اصلا تدخل بجبهتك. شتي شويه علاش دابا العالم العربي طاح في العنف؟
علاش بزاف الدول في العنف؟ لانه ما عندهمش الاعتدال. شنو هو الثقافة الاعتدال اللي جا من الاسلام؟ هي ما كاينش تشدد، كاينش تعنت، كاينش خصو حيط الراس نسمعوا النصيحة. احنا ماشي جبانة، احنا ماشي خوافة، ولكن عندنا الخشية. الخشية شنو هي؟ هي خوف العارفين، هي انا راني خايف ماشي حيت جبان، حيت عارف واحد القدر ديالي لفتو غادي نطيح، فكنخاف نطيح. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة والاستماع للبرنامج بكل وضوح. لكم تحية مجدوني على مال إدريسي لنفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية. برنامج بكل وضوح، بكل وضوح برنامج التحليات الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم.